المرأة والطفل أن تدعوكم وتستضيفكم للحضور والمشاركة في أشغال هذا اللقاء الحواري التفاعلي الجهوي الذي يندرج في إطار شراكة مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية وبدعم شراكة مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية وبدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول مشروع حقوق القاصرات مسؤولية جماعية وذلك لمناقشة نتائج الدراستين القانونية والسوسيولوجية اللتان تم إعدادهما من طرف الأساتذة الأفاضل الأستاذ مصطفى بن زروالة والأستاذ خالد حجازي ولهذا الغرض استدعينا مجموعة من الأستاذات والأساتذة الأفاضل من هيئة قضاء الأسرة وأساتذة علم الاجتماع وكذلك هيئة المحامين والعدول وممثلي المجتمع المدني مشكورين على تلبية الدعوة والتفاعل مع هذا الموضوع الذي يمس شريحة عريضة من بنات مجتمعنا وبهذه المناسبة تتوجه جمعية البلسم باسمي وباسم مكتب الجمعية نتوجه بالشكر الجزيل لكل من لبى الدعوة من أجل إغناء النقاش وإنجاح هذه المحطة المتميزة كما نشكر السلطات المحلية ووسائل الإعلام وأيضاً رئيس غرفة الفلاحية الذي هيئ لنا هذا القضاء وكل من ساهم من قريب أو بعيد فمرحباً بحضور الكريم مرحباً بالجميع وعلى بركة الله نبدأ أشغال هذا الملتقى الحواري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.